هي مادة تجميلية للأظافر، بلشت بمادة واحدة معروفة اللي هي الباودر اللي هو الأكريليك. حاليا على مدار هاي السنوات بلشت تنزل أكثر من مادة اللي هي الجل والسترونج جل، فاعتمدنا حاليا أنه الجل أكثر مادة عمرها طويل. بدأ بناء المادة أنه أكو أكثر من خطوة، اللي هي أول شيء أنه تنظيف اللحمية، تعديل شيب مال الأظفر الحقيقي، تخشين الأظفر، يلا أنه نخلي المادة ونبني. أكو مرحلتين من البناء، مرحلة البناء تكون على ورق اللي هو بدون تبس، وأكو مرحلة التبسات. أكو أكثر من شيب اللي هو عندنا المربع والمدبب والبلوراما، يعني أكثر من شيب للأظفر، يعني ما نعتمد أظفر شيب واحد. إقباله يعني صار فشي أساسي بحياة كل بنية، يعني البنية من اهتماماتها الأساسية حاليا هي أظافرها. يعني الإقبال عليه، يعني عندك زبائن كل شهر يجون، عندك زبائن كل أسبوع، عندك زبائن كل 15 يوم، يعني فشي إنه أساسي صار بحياة كل بنية. ما تقدر إنه تترك أظافرها فترة طويلة ما معتنية بيهم. الديزاينات نعتمدها حسب عمر الزبونة أو حسب ستايلها أو حسب يعني الشيء اللي هي تريده، بس ما نعتمد يعني إنه ستايل واحد، يعني كل من على عمرها. مثل أكو تجيك يعني محجبة أو تجي تعتمد ستايل واحد، أكو يجي ما يعرف إنه هذا الديزاين مثل حلو على ايده او يناسب يعني اظافيره، فاعتماده يكون على خبيره الجل او الاكريليك هي اللي تختار له. المراحل اللي بعد بناء الأكريليك هي أول شيء من الأساسيات لازم الإدامة. الإدامة كل شهر أو كل 25 يوم تحتاج الأظافر إدامة. في حال أنه استمرينا بالإدامات يحتاج الأكريليك يبقى على الإيد، يعني يتحمل أنه يكون إدامات إلى 5 إدامات، وراء 5 إدامات لازم نشيله، لأن وراها راح يصير مشاكل بالأظفر. وهواي مشاكل عندنا تصير بالأظافر، إنه ما نستهين بموضوع إنه خلينا المادة وعفناها، يعني لا، الأظافر تتعب، الأظافر يصير بيها فطريات، الأظافر يصير بيها تلف، فإنه لازم نهتم بموضوع الإدامات. آخر شيء نزل بعالم الأظافر والعناية بها اللي هو هسه حالياً أغلب البنات دا يستخدموه، هو سترونج جل، مادة نضيفها على الأظافر الطبيعية، تعطي يعني عمر طويل للأظفر، وبنفس الوقت البنات دا يعتمدوها لأن هي دا تطول أظافرهم، وبنفس الوقت هم بها إدامات، يعني مو مادة تنزال كل شهر، مادة مجرد أنه نسوي لها إدامة والأظفر على يعني بيها دا يطول.